طيب يمكن تنفيذ النقطة دي هيكون محور نقاشي مع حضرتك، بس خليني أنتقل لدكتور سامح. دكتور سامح، ملف الطاقة يمكن زي ما قلنا في البداية أنه هو أحد أبرز الملفات بحكم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وما خلفته من تحديات بتخص هذا الملف تحديدا. الكثير من المحللين لما بيجوا يتكلموا في النقطة دي قالوا أن يمكن الشرق الأوسط ظهر أو الأزمة الروسية الأوكرانية سلطت الضوء على الشرق الأوسط وأهميته في الجزء المتعلق بالطاقة. أهمية هذه القمة في الجزء المتعلق بالطاقة، وهل من الممكن أن هي يكون لها تأثير بشكل أو بآخر على أسعار الطاقة عالميا؟ هو المشكلة اللي حصلت أساسها مش روسيا، المشكلة اللي حصلت في أمريكا أساسها بايدن، لأن بايدن أول ما مسك الرئاسة في شهر واحد في 2021 طلع قرارات ضد الناس اللي بتنتج بترول في أمريكا. عمل إيه؟ لغى كل التراخيص اللي موجودة في تبع الأراضي الفيدرالية في أمريكا، فبالتالي قلل الإنتاج بتاع البترول اللي داخل أمريكا بما يقرب من 2 مليون برميل يوميا، فأصبح هناك في تأثير في أو في عجز في البترول. قال كده ليه؟ قال إن أنا بحافظ على البيئة، على الرغم إن البترول الصخري اللي هي بتطلعه أمريكا أنظف في استخدامه من اي بترول موجود تاني، يعني ما بيأثرش على البيئه بالنسبه للبترول من اي اتجاه تاني. ثانيا لغى خط الانابيب اللي جاي من كندا لامريكا، ادي حاجه. تاني حاجه، بالتالي الاثنين دول مع بعض اصبح 2 مليون برميل مش موجودين كل يوم، فبدا يعمل كارتل اللي هو مجموعه ضد الدول اللي هي ده. الكلام ده كله قبل الحرب. عمل مجموعه دول قال لهم احنا بما معناها هنهاجم الدول اللي هي بتنتج البترول علشان تزيد من الانتاج. اخذ معاه الصين، اخذ معاه الهند، اخذ معاه اليابان، اخذ معاه الدول الكبيره، وقال لهم احنا هنطلع من المخزون علشان السعر بتاع البترول ينزل، فبالتالي هم يبتدوا يضخوا زياده وما نفعش في هذا الموضوع. فبالتالي ظهرت بعدها او كان السبب ده من احد اسباب الحرب الاوكرانيه مع روسيا. بس يمكن يا دكتور سامح احنا تحديدا في ملف الطاقه دي هي ازمه عالميه، يعني تداعياتها على العالم مش الولايات المتحده لوحدها. هي بدات، ما احنا لما بنتكلم في امريكا، هو جه هنا ليه؟ علشان يعوض النقص اللي عنده، لان هو ليه طلع في اول شهر ابريل 180 مليون برميل كل يوم لمده 6 شهور، كل يوم مليون برميل. ليه عمل كده؟ علشان عنده انتخابات في شهر 11 ويبتدي يعوض النقص اللي موجود داخل امريكا. سعر اللتر البنزين في امريكا دلوقتي وصل 1.32 دولار، قبل كده كان 75 من 100، فبالتالي سعر البنزين داخل امريكا او البترول داخل امريكا ارتفع جامد جدا نتيجة البداية اللي هو بدأها، لأن هو بعد ما حس بالمشكلة طلب من الشركات اللي هي كانت بتستخدم البترول الصخري إنها ترجع تشتغل تاني، كلهم رفضوا فطلعوا بره الموضوع. فإذا سبب المشكلة بتاعت الطاقة داخل أمريكا هو كان بداية السبب، فعشان كده هو جه منطقة الشرق الأوسط. منطقة الشرق الأوسط أخذ مين؟ السعودية تعتبر منتج عالمي، وأخذ العراق معاهم، وأخذ معاهم الإمارات، وبالتالي حاول ياخد العراق في صفه، قال لهم انتوا تاخدوا الكهرباء من الكويت ومن السعوديه، مع ان الخطوط الاساسيه اللي موجوده في شبكه الكهرباء ما فيهاش العراق انها تاخد من الكويت ولا من السعوديه. الشبكات كان هم ثلاث شبكات رئيسيه، شبكات لشمال افريقيا، وشبكات داخل مصر والسعوديه، مصر والاردن وسوريا ولبنان والعراق، والشبكه الثانيه بتاع دول الخليج، هو ربطهم مع دول الخليج. طب وهل المخرجات دي يا دكتور سامح او الاقتراحات دي لما يتم تنفيذها هتحل الازمه بتاعت الطاقه بشكل عالمي؟ لا، هو جاي بالظبط كده، بياخد من السعوديه هو عايز ياخد من دول الاوبك الانتاج الزياده. دول الاوبك لا يمكن تنتج برميل زياده الا بموافقه ال 23 عضو في مجموعه الاوبك والاوبك بلس. وما ننساش ان اوبك بلس اللي عمل اوبك بلس السعوديه في 2016، لانه كان موجود اوبك وبعدين حصل في شورتج كبير في الانتاج وفي السعر، فولي العهد والامير بتاع السعوديه طلبوا بوتين وراح السعوديه وبداوا يعملوا اوبك بلس علشان يبقى في يد واحده تنتج البترول على مستوى العالم بمفهوم واحد.